شو اخبارك؟ جود الحمد لله. انت كيف؟ على طول انا بضيع وقت بالتكنيكاليتيز. كون عم حضر حالي نفسيا بريبيرينج انه ايه على طول انه زبطوا لي اللايت وكذا، بكون بس انه بعدي مش جاهز فوت على الشوت او فوت على تسجيل البودكاست. بفهمك. بعملها هاي كمان بالفوتوشوت تبعولي، انه يكون في موديل. فاول شيء بتكون انت او موديل او شخص عادي او انفلونسر او سيلبرتي، في وقت معين بدك اول شيء تريحها او تريحه، وبدك انت كمان تكون ترجل جمع بعض ترجل بالضبط. فاضبط شيء ضيع وقت، مش ضيع وقت بس اضبط شيء انك تقعد تضوي وتظبط، يعني تاخذ وقتك عشان يكون الشخص انه عم بيقول لك هيدا انه اوكي بعده عم بيظبط، وانت بتكون عم تظبط حالك صح. يعني عم تحرتق وعم تحضر حالك، عم تظبط حالك تقنيا، تكون تاخذ وقتك منيح. ساعتها الشخص اللي قدامك بيرتاح. عرفت كيف؟ انه ما دغري فت على التصوير او البودكاست صح. مثل هلا انه نطينا دغري هيك، انه ما فيك تفوت مع اشخاص بتبقى يا بتعرفهم يا ما بتعرفهم دغري على their space. yeah. فبدك تاخذ وقتك وتعطيهم وقتهم. كيفك؟ good الحمد لله، مبسوط sitting together with you. يعني كتير عم حب your podcast، اللي فترة عم شوفهم والله. really thank you so much. thank you so much. هي ما بعرف، هي مو هيك تجربة. بلشت فيها بالصدفة، يعني وقفت بعدين. بلشت بكورونا صح؟ بلشت اول بانداميك، اول ما عملوا لوك داون قلت خليني بلش. all the great ideas بيطلعوا بالبانداميك. مزبوط. ما هو بتكون قاعد على الصوفة والفيجن يعني مسكر قدامك، انه عندك كارير وعندك ميت شغلة، بس انه البانداميك شغلة منا هينة صح. يعني غيرت بزنسز، عملت شت داون لكتير اشياء، فبدك نيو برسبكتيف لتقدر ات فيجن. انا ما بحب او ما بعرف اشتغل اذا ما عندي جول وفيجن شايفه قدامي. واذا صار فيج بضطر لاقي شيء ثاني يعني تو جامب ان. سو ات واز ان ايديا واز دان، يعني اي ستارتد حبيتها شوي، بس كان عندي انكزايتي كمان منها انه اذا هو قلت الماجيك وورد انكزايتي. اي كان ريليت. فبعدين وقفت لانه بلش شغلي، بعدين people were like why did you stop you know. keep it rolling. اهم شيء المومنتوم، انه مزبوط انه you have to keep at it consistency daily. exactly. حتى لو منك you're not feeling it تجبر حالك مرات بس to keep it rolling. I'm feeling it but it's overwhelming. It's a full time kind of job of course. which is انا I have a lot of other things to do to يعني to live. yeah. لا تعيش وتطلع تشتغل بدك تشتغل 100 شغله، بس the anxiety is always there. yeah. يعني عرفت كيف؟ ما هي الكاميرا بتخوف. والtopics هيدا، وعلى طول عندك how much انه it's always you have a battle بينك وبين حالك على انه قد ايه بتعرف، قد ايه رح تكون مرتاح على مع الشخص اللي عم تحكي معه. فبس اي مع الوقت بتحس انه مع practice وpractice مش هيك؟ مثل كل شيء تاني بالحياة. I think we're gaining so much volume. Yeah, all right. ف هي it's all about self confident man. It's all about fake it till you make it. Fake it till you make it or you just like jump in the I don't know cold water. Yeah. And see what happened. You have to jump in. You have to step to feel like, you know what? It's not what I thought. And by time, it gets easier. And this anxiety gets less and less and less. And then you feel, you know what? It's just a battle. It's a mental battle between you and yourself. Yeah. وهيدا الشيء اللي بيأخرك من كل شيء بحياتك إجمالا. انت you have a lot of experience on this topic. Oh. I want to hear your opinion on anxiety, on mental health and all these topics that are you mentioned that they are you think people think it's a taboo to talk about sometimes or it's not very visible for people, so sometimes they judge you on things like يعني مثلا
انه اذا انت مثلا كسرت ايدك مثلا العالم بتقلك او سلامتك يو نو انه اتس فيري اوبفيوس كسرت ايدك روح ارتاح. المنتل ترابلز ما انهم هالقد اوبفيوس والحل ما انه هالقد اوبفيوس كمان بالضبط. فدي ويل بي لايك ما بيشوفوها انه كمان ممكن they can judge you on that. Yeah. Of course. Like انا anxiety it's a very interesting story. So انا اهلي both of them passed away from cancer. بيي when I was 18 وامي لما كان عمري 24 هيك شيء. وما كان عندي anxiety. كان في grief اكيد. الزعل, sadness, grief. Yeah, this is very normal. بس years later لما صار عمري يمكن 29 29 we lost the light. Yeah. Let's continue, no worries. Yeah. Okay. So لما صار عن لما صار عمري 29 29 صار عندي my first anxiety attack وما فهمت ليه. يعني صار عندي ال increased heart rate والهيك انه دخت شوي و panicking وشو عم يصير بالحياة where am I. It was very intense. وهون بلشت اقطع بفايز لشي سنتين ثلاثة. هلأ much less much better خبرك كيف I managed it. بس صار يجيني كتير anxiety و panic attacks every once in a while. I think well, this is through a lot of therapy. أنا كتير بنصح ناس يعملوا therapy. هذا بعده كتير تابو بالعالم العربي بس therapy can be so helpful. بلشت شوف إنه a lot of it was delayed grief. كان في uncertainty بحياتي كتير. كان بعدني تارك الكوربريت جوب. So كل هالقصص فاتوا مع بعض و they manifested بهالanxiety. It was very tough لأنه بتصير ضلك عايش بفير of the next panic attack or anxiety attack. وما عم بفهم ليه إنه I made it through two deaths. ليه هلأ عم حس الanxiety. It didn't make sense to me. طب tell me more about يعني you said you were 18. يعني 18 when my dad passed away. أنا ما بعرف قد إيه إنه بس الشخص بيكون لما 18 is maybe يعني already your personality is خلص سكال تأسست تأسست إنه ما رح أكيد بيكون في it's a tragedy وبدها تأثر عليك. بس can you point why يعني ليش you thought it's coming from here, not from your childhood, maybe. I don't know. Look, so lots of people lose their parents at a much earlier age, which I think كثير أصحاب. يعني 18 كنت adult already. وبيي when he was diagnosed met within a year, so it was kind of very fast. بس بعدين بتذكر توفى على my first day of university. بتذكر so قفيت أول كم يوم ورحت وكل أصحابي already معودين already too much change بحياتي. أمي قعدت 3 years عم تعمل كيموثيرابي. So you watch her withering away, you deteriorating. هيدا كان كتير traumatic أكتر بكتير. ما كنت a child أكيد كنت 23 هيك شيء. بس super sad and traumatizing to watch وهيك. So وهولي قصص يعني the things that I saw, the sadness اللي قطعنا فيها وهيك هولي كتير they're always at the front of my mind كانوا for years. هلأ I'm over it. هلأ you're never really over. بس إنه I cope better. You learn to live مع death. يعني هاي هي معروفة. You never get over it, but you learn to live with grief. بس إيه كنت عم تسألني إنه ليه إنه I wasn't a child. هاي دي أكيدة. بس كتير حسيت بعد ما توفوا اتنيناتهم إنه ما كان عندي guidance بقى. هلا عندي خيي he's 9 years older. صار مثل بيي وأمي. بس إنه it's not the same. يعني حسيت إنه I felt like I was thrown into the world شوي and now I have to be an adult. Although I was an adult, but I guess كمان كنت كتير spoiled as a kid. So كان تحكي عن childhood يعني كتير I'm pretty sure كنت كتير spoiled as a kid. يعني that's why هيك صار. وجيت على دبي من 3 سنين بلا خيي. هون كانت المصيبة إنه رجع الانكزايتي كتير لأنه معود خيي يعمل كل شيء. He shielded me from the world بعد أهلنا. So هون جيت على دبي وبعدني مجوز. So much change, so much and I love my comfort zone. هاي الثيرابيست بتقول لك it's because لأنه you have so much death بحياتك that always flips everything. بتحب أنت البابل والكمفورت زون تبعك كتير. So I love my comfort zone. طب تلم إنه هلا نحنا مش عم نحكي إنه صار معك هول ال tragedy و you lost your parents. بس شو صار معك؟ يعني عم بتقول صار معك anxiety و fear of many other many small things. It manifested بكتير قصص. صار عندي كتير خوف على my health أولا. كل ما يصير شيء رشح حرارة anything سخيف that we all pass through فكر it's cancer. لأنه لما يكون عندك cancer patient بالبيت كل symptom can be إنه very serious وبتبنك عليه وبتدق للدكتور وهيك.
So for years كان عندي anxiety بعد أمي إنه I'm dying على أصغر شيء صغير. This was very tough يعني كتير it affected my life. But this has gotten better. So في هاي الشغلة في أكيد the constant sadness وزعل وهيك the loneliness حس حالي إنه I'm alone in this world. لأنه بس كان عندي خيي maybe. وحس إنه ما عندي هالأهل to fall back on. Just knowing your parents are there حتى إذا ما نكون very close is very helpful. بتحس إنه فيك دائما ترجع لألون يعني. بس I want you to talk me more about the anxiety itself. Yes. يعني أعرف كيف هلا it's anxiety يعني عم في شو يعني anxiety yeah. exactly شو يعني و at what levels يعني yeah. هل إنه anxiety على انزل على الشارع هل إنه anxiety okay. إنه ما بعرف I don't want to go out with fully friends. Functioning mm-hmm. fully functioning بس كل يوم الصبح في مع heaviness على my chest feeling كتير سئيلة بتحس كأنه I describe it as doom كأنه رح يصير شيء very bad وما بتعرف شو هو this is horrible لأن أول ما تفيق الصبح عندك إياها هالfeeling يعني ما فيك تنسيها أول ما تفيق نطرتك هالfeeling so هاي تضل معي for a long time parts of the day يصير يجي لي هيك heart rate كتير عالي ويصير حس كأنه I'm having a heart attack or something وjust هيك constant obsessing over thoughts طول الوقت طول الوقت و this is super common خصوصا بعد البانديميك هلا الناس صاروا عم يحكوا عن anxiety ومنتل هيلث كثير everyone feel so many people sorry مش everyone feel this they wake up in the morning وعندهم هالfeeling على chest تبعهم عم بيحسوا الهارت ريت مرات بيصيروا يحسوا عندهم anxiety attack so it's super common بس الناس بيخافوا يحكوا عنها بالريجن ما بيخافوا يروحوا عن therapist to deal with it therapy كتير بيساعد and you talk through تلاحظ كل القصص بيرجعوا على childhood 90% of our problems كله بيرجعوا على childhood طبعنا so this is هول هني كانوا المين symptoms the heart rate والfeeling على chest اللي ما بتروح وتضلها مرات for hours how did I cope with this through therapy through mindfulness يعني نزلت app اسمها Headspace which is all about meditation ولearning كيف to listen to your thoughts وما تفوت فيهم which is very trippy كتير صعبة يعني منها هينة أبدا بدها practice كل يوم بس the more you listen you learn تتسمع your thoughts وما تخليهم يجروك يعني بتجي negative thought بيعلموك to watch it شو يعني watch it لازم يعلمونا هالشغلة بالمدرسة you don't let it drag you into بعد فكرة سلبية ولا فكرة سلبية ولا فكرة سلبية so meditation و therapy و eventually يعني هيدي من شيء سنتين medication وهيدي شغلة الناس ما بيحبوا يحكوا عنها بالعالم العربي بس recently عملت فيديو and I spoke about this yeah okay we good now we had some technical issue yeah. okay no. we're rolling back so yeah. I want you to tell me more about anxiety from a perspective of يعني الأشياء اللي بتصير مع شخص وما بيعرف إنه anxiety عرفت كيف لأنه لما بتكون anxiety already مثل ما عم تقولي chest pain وكذا it's very obvious فالعالم they will be aware وممكن يشوفوا help أو doctors أو هيدا بس أنا كلنا عنا anxiety so بدي هول الصغار اللي أنت برأيك هن anxiety بس people مثلا مرات ما بيعرفوا إنه هول anxiety عندي واحدة كتير مهمة وناس ما بيلاحظوا إنه هاي anxiety اللي هو obsessing overthinking على thoughts يعني بتصير تلاحظ حالك أنا بلاحظها يعني يمكن هاي من أول قصص اللي بلشت تحس فيها بالانكزايتي إنه عم برجع عيد زيت السيناريو براسي زيت الوريز I worry على قصص كتير سخيفة لقلك يعني example كتير سخيفة إنه مرة كنت راجع على البيت وشفت بوليس كار حد البناية they're coming to arrest me طب إنه this makes absolute zero sense ماني عامل شي غلط why ما في ولا logic based على ليه البوليس بدهم إياك بس لأنه I worry على كل شيء صغير هاي جبتها من أمي by the way أمي كانت كتير worrier على كل شيء صغير not to blame her يعني أكيد بس worrying على قصص سخيفة ما أنا عازي is a great way to realize and you might have anxiety لأنه over worrying على قصص ما أنا no the average يعني person ما رح يتوتر عليهم you know? ممكن تكون أشياء أنت already بتعملها بس عم تروح على الشغل so you start to worry about things that might happen at work or so worry about the future is a big thing be anxiety
انه قصص بعد ما صاروا وبروبلي ما رح يصيروا, لانه the mind is a very scary thing. بضلوا المايند imagining scenarios رح يصيروا اللي ما بيصيروا, اللي هن كتير negative. So اذا بتضلك obsessing على الفيوتشر, هيدي كمان is very good. هيدا something that I do a lot. مش هيك كتير بميديتيشن ومايندفولنس, كله بيعلموك تضلك بالبريزنت وتضلك grounded بهالمومنت, اللي هي كتير صعبة, لان احنا اما بنضلنا obsessing على الماضي على الباست أما على المستقبل the future ما بنعرف نضلنا بالمومنت. إذا هيك معناتها كلنا عنا anxiety to be honest. يعني كلنا ما في شخص ما بي ما ما not هي varying degrees يعني 100%. لما تصير affecting your life, لأن هيك صار في at some point إنه بعدني fully functional, ما كان عندي. وby the way لازم نفرق بين anxiety و depression. كتير ناس عندهم مثلا depression they can't get out of bed, كمان هاي stereotype, في كتير symptoms. أنا fully functional بس كان عندي anxiety that was يعني overthinking all the time, هل feeling at chest, worrying طول الوقت, that was not normal. So وصلت لفايز حكيت مع therapist هاي من شي سنتين, قلت له I don't think it's normal how much I worry. يمكن صار وقت medication, ما بعرف, أكيد بيبعتوك عن psychiatrist. Psychologist ما بيعطي meds. و psychiatrist said let's try an antidepressant, اللي بيمشوا لدepression لanxiety, so many things, and it helped me so much. I felt like finally I could function again without this over worrying all the time. وأنا كثير يعني again كل person is different, بس ومني دكتور, كل واحد بيشوف شو مع his doctor what is the right for them. بس أنا كثير ساعدني, I wish صارت I started it قبل بوقت, يمكن right after أهلي لما كان عندي كتير grief وكتير sadness. هلا thank god ولا مرة فت ب self destructive behavior, alcohol ودrugs وساس, never فت ب fitness. Fitness و movies و series which is my passion يعني. بس it was a very hard time يعني, بفكر بالpast بزعل يعني على القصص اللي قطعت فيهم, بس لأنه I was always so overwhelmed يعني. بس now I feel better, that's for sure. Hence I've learning how to manage. وبي ماي فيديوز تينيس بيسألوني for tips. Now I feel like I can help people عم يقطعوا بسيميلر things. ما بتصدق قد في ناس أهلهم اثنيناتهم عندهم كانسر. كنت دائما أحس حالي أنا الوحيد بالعالم. You see how it's very common actually. So you said that you said no, it's not depression, it's it's anxiety. بس إنه نحنا عم نشرحها from your experience. Yes. ما حدا دكتور هون. بس كيف أنت بتفرقها from your experience? So from what I know on depression, ما بعرف كتير, بس a lot of depression has to do with, you know, you stop doing the things you love, which I never did. أنا دائما هيدا. You can't get out of bed. يمكن هولي stereotypes, ما بعرف, again, not a doctor. بس these are the obvious stuff اللي بيقولوا إنه you're diagnosed with depression. وأنا أكيد رحت عن specialist, مش I'm not diagnosing myself. Psychologist, psychiatrist, هني قالوا لي إنه عندي generalized anxiety disorder, which is super common. So many people have it and don't know they have it. And this is how I worked on getting better, managing my thoughts. أهم growth عملته هالكم سنة is learning how to manage my thoughts. تقطع thought negative, ما خليها جرني. You watch it and you let it go. كتير trippy. How would you do that? How يعني you practice بوعة that? بوعة على حالي إنه مثلاً هلا بقول نديم أنت كتير أهبل بهالإنترفيو, ما عم تقول قصص صح مثلاً. What do you do? You say to yourself, آه نديم عم يفكر بهالthought, بس it's just a thought مثل any other. فين قال لك هلا I'm a chicken doesn't mean it's true. إنه the thoughts your mind بيخترع قصص. So crazy. تتعلم كيف تتعلم كيف تفرق بين الthoughts. بس okay. كثير صعبة. لازم تذكر حالك كل ثانية إنه every day تذكر حالك to be present وتوعى على الthoughts اللي عم يقطعوا, إنه مش كل شيء is true. Your mind is a movie. أنا I love movies so much. That's why you love movies. That's why I love movies. يمكن بدل انه عم يجي thoughts that ما خصهم برياليتي دايما, مش يعني كل شيء your mind says it's true. هيدي crazy لاني انا ربيت كل حياتي everything your mind says is the truth. Because this is you بتفكر, بس لا, your mind بيقول 100,000 شغلة بالنهار, انت بتعلق على القصص. Imagination is a crazy thing. So this is a game changer لإلي يعني. قريت كتاب اسمه Untethered Soul, وانا يعني دايما بنصح ناس يقروا هالكتاب. It's all about كيف تتعلم ما تتسمع your mind. Mind blowing هيدا لقلي. إنه يا ريت تعلموني هالشغلة بالمدرسة, مش تعلمتها at 30 years old. You know? Everything's happening in your mind is not true. It can be. هلا, I don't want it to be so much misleading, but it's كمان all your كمان الافكار اللي بتوصلك لانك انت تعمل شيء جولز بحياتك. صح, ما انت الكي از تو فوكس اون ذا ستاف ذات دو يو جود, يو نو, البوزيتيفز.
انا لانه عم بحكي من اكسبيرينس اجين اكسبيرينس انا حدا كثير كريتيكال عن حاله سو بضلني كريتيسايزينج ماي سيلف ماي ثوتس ماي انر دايالوج كثير كريتيكال وهيدي عم بتعلم كثير هاو تو كنترول ات ومبسوط من حالي ام جيتينج بيتر ات ات في اشياء كثير حكيتها قبل انت قلت لك انه ساعدتك كثير منه انه ذا بات to have a pet at صح. home إيه. is really really good game change انت عندك a dog انا شايف ايش في صوره amazing شو اسمه she's a she. girl بيلا اوكي نحن جبنا حمص من سنه ونص طلع معك الاسم مرتي سمته كان بدها كلب اسمه حمص مصره واو what a cure for anxiety بنصح كثير ناس who can afford and عندهم الوقت يعطوا responsibility كلب شو بيعطوك love شو بيلهوك انه اتس عن جد اي اوفر ثينك ماتش لاس من وقت ما جبت حمص عم تهتم فيه وعم تمشي وعم تلعب معه وعم ضل عم يعطيك اتنشن احلى شيء بالعالم مظبوط ات ويل بوش يو كمان تو جو اوت يس بيكم سوشيبل اكثر انا ما كنت كثير احكي مع سترينجرز براسي بس يو ووكينج ا دوغ يو نو ذس مظبوط صح لازم ايفري ون بده يجي يحكي معك الاولاد والاهل وايفري ون واذر دوغ اونرز بتنجبر تكون سوشيبل so it's a crazy it's very good إذا حنا عنده social anxiety أنا ما عنديها بس حنا عنده الكلب is amazing yeah, it's great ما آخر شيء يصير نين depressed قديم بالبيت والكلب زعلان كتير ناس قالوا لي comment إنه إذا جبت كلب رح دبرسه للكلب بالضبط طب بس كمان إنه it's good يعني سمعت إنك أنت with your you have tell me more about your podcast you started a podcast so, and you, yeah and so انا it's mostly بلشت website من 10 سنين اسمه Nads Reviews انا درست فيلم ميكينج بنيويورك it was my passion my mom was sick ما قدرت فوت بالفيلم ميكينج رجعت على لبنان ما عرفت شو بدي اعمل بحالي ما عرفت كيف بدي فوت بالفيلم اندستري although انا كنت درست directing I loved it هيدا كان الدريم كنت اروح على هوليوود all of this maybe one day it will happen so رجعت على لبنان my mom was sick وعم نروح كل يوم على الكيمو and every week and very depressing life قلت I love movies and series شو فيني عامل هلأ بلشت ويبسايت اسمه nadsreviews.com كل movie و series بحضر وبكتب عنه review كنت اكتب صفحات يعني I love writing so بلشت هالويبسايت ما كثير اجالي engagement people don't like to read so much بس أنا I grew up loving to read reviews عن movies و series so I did it وفشت لي خلق it was very therapeutic لألي I think that's what kept the anxiety away for so many years وهيك. One year ago عملت تيك توك وبلشت احكي بالعربي وانا ما كثير برتاح بالعربي شايفني هلا كثير عم فوت انجليزي وناس كثير بيهجموني على الشغل وبيتسالوا علي. So بلشت تيك توك من سنه وبلشت احكي بالعربي and it blew up. كثير it became it's created such a great engagement يعني هلا صار لي 1 year صرت هلا شي 120k followers which is huge for me. So much engagement ما بلحق رد على كل الكومنتس يعني ما عم صدق finally عملت community of people who love movies and series كتير نيش هالشغلة منا lifestyle منا food منا كل هالقصص انه TV lovers خصوصا اكتر من movies is very rare بس مع الباندميك زاد كتير كله صار عم يحضر كتير series so وهلأ بلشت احضر مسلسلات عربية من شهرين وهو هلأ عم يجي لي كمان growth اسرع بكتير انا كنت دايما انه بس بدي هوليوود لا بس في كتير قصص هون quality عم يصير كتير عالي تفوت على شاهد يعني الكواليتي اوف ستاف هاز بيكم ريلي هوليوود ستايل عم يعلو كتير بالبادجتس تبعهم سو بلشت احضر هلا مسلسلات عربيه وتاجينج ستارز هون وبيتحمسوا وذي ري شير مش مثل هوليوود نو ون كيرز اباوت يو ذيز بليونز اند بليونز اوف بيبل هون اتس ا سمولر ماركت سو اي كان ستاند اوت مور سو اي لاف ات سو ماتش انا هلا هالشهر خلص انا تركت الكوربريت وورلد بعد 10 سنين كنت اشتغل بادفرتايزنج كونتنت وهيك وهلا ام فولي فوكست على ناد ريفيوز هيدا اول شهر انا بلا انكم بس اي كانت تيل يو هاو هابي اي ام اي نيفر بين هابير ان ماي لايف لان ام وركينج اون وات اي لاف اوف كورس ذس از يور باشن ومثل ما قلت كمان اتس اتس كمان اتس سمثينج ذات اتس هيلبينج يو اول اوفر people loves it يعني they want an expert to tell them or somebody مثل ما قلت انه ما كل العالم بتحب تقرا الريفيوز سو اذا اذا فيديو عم حدا عم يقول لهم شو يحضروا اتس سو ايزي ب 10 سكندز بيشوفوا شو لازم يحضروا there's so many streaming platforms هلا نتفليكس وامازون وديزني بلس طالع هالصيفيه واوسن وستارز بلاي ما بتعرف ابل تي في هولو there's so much ما بتعرف شو تحضر people need someone to tell them what to watch So, but yeah, كمان DMs, messages, people are telling me, شو بحضر now? I love this. Can I, what do I watch next? But yeah, يعني talking to people, helping them find the perfect show, غرامي. وإذا ما بحبش, woo! Test, test, okay. You should keep that in, that's funny. Yeah.
Yeah, let's keep it. Yeah. So, and I tell them, if they don't like the show, tell me. I want to find you the perfect show so you'll have the perfect night in. طب, what's the perfect show I'm talking about? It depends على انت شو بتحب. So what people are talking about, هلأ it's more of a movie. كله عم يحكي عن perfect strangers, أصحاب ولا أعز. مكسر الدنيا هيدا بالعرب ريجن, عمل كتير controversy. مظبوط. هو ما عزب تعرف, بس هو ريميك عن Italian movie. Yeah, it's and French. The 18th remake. Yeah. هيدا أكتر movie in history نعمله remakes بالGuinness Book of World Records. So كتير ناس عم يخانقوا الموفي إنه ما فيه creativity, بس ما it's a remake. It has to be the same story, same scenario, same dialogue, same themes. بس مين قال ما فيه creativity يعني؟ And there's a lot of بتشوف كتير comments على social عم يقولوا إنه عاملين copy paste. This is they legally have to do that. Yes, exactly. That's the format. Yeah. But they perfect it, to be honest. Yeah. I watched the movie, the acting, the filming, man. شو هالفيلمينج؟ إيه وسام سميرة هو الديركتور. بتحس عايش معهم بال على هالطاولة قاعد معهم مع أصحابك. It's a nice vibe. Yeah. It's light, بس فيه emotional message يعني وimpact. أكيد it touched على كتير topics controversial بالArab region. ومنى زكي الأكترس من مصر, هي من أهم الممثلات بالعالم العربي, كتير عم يهجموها هالسين لما تقيم الأندروير وده ما بتشوف شيء. Yeah. بس I guess معودين عليها تلعب a certain role, so this was very shocking لألون. بس ال controversy I'm sure Netflix is loving يعني it. بس هجموها لدرجة كتير كتير قوي. ما هي ما that's the thing, you know, how much we can like أنا I think like ديش من نضل نكذب على حالنا إنه هالأشياء ما بتصير. صح. وهي بتصير ببيوتنا, بتصير مع علاقاتنا نحن. صح. ما ننخبي عليها يعني. هي the point انه actually who would dare to put the mobile in front of his wife? I wouldn't play this game, would you? يعني no, I wouldn't play it. عرفت كيف يعني؟ بس العالم بدها تعرف انه لا, it's you have to talk about it and it's happening. It's healthy to know or to speak about it or to see it in a movie. It's healthy. It's not something that رح يأثر إنه عم بيفتح عيون على الشغلة. يعني الفكرة إنه عم بتشوف الغلط بموفي where it's contained and professional and staged كتير ضررة أقل من إنه ما تحكي عنه. صح. وتخليه happening in your life, مثل عم بحط الغبرة تحت السجادة. عرفت كيف؟ إنه yeah it's happening but I don't want to hear about it. لا, it's healthier. بتخلي الواحد ينضج أكتر. That's the power of cinema, by the way, إنه it can get you thinking على قصص كتير مهمة. والحلو بهالفيلم اللي بيان لي كتير من الإنجيجمنت على my review إنه كل واحد فهمه بطريقة. في ناس فهموه إنه you should keep secrets. This keeps relationships safe and healthy. مش everything لازم ينفضح. Which is true. Which is I true. Agree. This is what I think. With this. ناس فهموا إنه بالعكس secrets are toxic. وبفهم هالوجهة النظر. لازم to not keep secrets at all and reveal everything. في ناس فهموا بالكسوف والmagical element. الكسوف made them do it. هيك. It's ambiguous. يعني تركينا لقلك أنت تقرر كيف بدك تفهمه للموفي. Which I really like. بحب لما الموفي قلك هيدا هو و this is it. انت فهمه كيف بدك اياه انت. بس انت برأيك انه اوكي انا مش لما قلت don't يعني you have to keep yeah. you have to keep some secrets. هي مش انه secrets يعني let's talk about relations. انه لما بيكونوا شخصين مع بعض they need a certain amount of space. هلا but the trust has to be there 100%. ما يكون في مجال لانه يكونوا شاكين بأي شيء إنه الشخص عم يعمل شغلات ما بتناسب العلاقة. بس a small tiny space and a small tiny مش secrets, maybe privacy شوية صغيرة to keep the relation to keep some mystery, by the way, mystery and elastic يعني yeah. يعني تكون لينة. ما بعرف إذا elastic is the right yeah. word أو flexible elastic بتمغط أكثر. فا إنك تكون شوي صغيرة, منا tough, منا إنه هيدا so much open إنه يكون كمان it will create problems يعني. صح. لما أكيد. أنت I don't have password وread each and everything. كمان إذا شخص هو يعني أي part من
من الأشخاص عنده doubts مش doubts insecurities بيطلعوا بالضبط so ببلش يشك بأشياء وتكون actually ما إلها طعم صح 100% so ما ضروري إنه نكون you know دين بعضنا completely 100% secret free honest yeah بكل شيء بس أكيد الموفي إنه بدي رأيك فيه بس كمان هو ضوى بشكل إنه مش ضروري يكون fact it's happening each and everywhere يعني هلا هو حط هالفاكت كل واحد عم يخدم من البرسبكتيف تبعه ويمكن من experience تبعه يعني الفاكتس اللي حاطتها إنه different إنه مثلا الشاب كان جاي مثلا وكان إنه مخبيها على ما قادر يحكي مع أصحابه ما هي يعني ثائبت ما قدر حبيت الممثل المصري كيف he was the he protected him فين هون the power of friendship كثير حبيتها هيدي كثير الحلو إن الموفي على فكرة بين إنه اتشاد لايت على كذا حالة اجتماعية يعني من هوموسيكشواليتي للخيانة انفيداليتي كلهم cheating on each other إذا لاحظت طلع بالآخر sex before marriage البي وبنته بفجروك جورج خبازكي بيحكي مع بنته انه قد ايه سبورتيف وهيك بعد ما امه لقت الكوندوم سو كلهم كثير كونترفيرشال توبكس بالعالم العربي اللي ناس ما كثير معودين يمكن يشوفون اون سكرين اي ثينك اتس امبورتنت واحد يشوفهم وذر يو اجري ولا لا يعني ناس عم يجنوا عم تفوت على الكومنتس ناس عم يقبروا بعض وعم يتخانقوا اوفر ذا موفي ان وات شود هاف بين اند وات شودنت هاف بين بس اتليست فيها الديسكشن ونتفليكس اكيد مكيفين لان الموفي از بريكينج ريكوردز اتس نمبر 1 ايفريوير حتى بمصر ودوفي عم يجربوا بمصر تو بان نتفليكس حدا عمل مثل لوسوت عم يقولوا عم يهددوا وهيك بس ذا موفي از جيتينج بيبل توكينج وعمل جود بابليسيتي و اتس فيري ويل ميد مش انه اتس بادلي دان يعني تشوف موفي مثل ما عرفت بتتذكر طلع لاست يير فيلم اسمه 365 دايز مثل 50 شيدز اوف جراي فيري تشيب مزبوط عمل كونترفيرسي بس ما بيستاهل شيء هيدا عن جد بيستاهل انه it's well made it's well acted تصوير everything about مزبوط. it يعني so some movies deserve the attention بحس exactly لانه كمان عم بيكسر تابوز بس عم بيعلم وبصير واحد انه يناقش الموضوع 100% yeah you mentioned the other movie the Italian disaster ما انه مش رح يناقش كتير يعني سايز حبوا البنات اكثر بس هيدا لا فات على يعني على many topics that people are not talking about ونوع يعني سلي يعني انه نقي وين انت وحتى يعني انا مثلا بشوف actually منى زكي يعني اكثر وحده انظلمت يعني هي she was the most انه ما كان عندها as a crazy storyline يعني كان عند الفيسبوك ريليشن فانتسي بس بنهي جوزها مثلا ما كان تركها على سنه وهي شي جاست هاد ذا فيسبوك ثينج يعني انه مع فكره كان في كتير ديسكشن انه واز شي هافينج از ات تشيتينج اذا عم تعمل فيسبوك ريليشن شيب مع حدا فليرتينج ولا لا كتير ناس بحسوا هي منا فيزيكال سو هيدا منه تشيتينج كتير ناس بيقولوا بلا ايموشنال از يمكن اضرب من الفيزيكال مظبوط بحس اتس تشيتينج هلا اتس تشيتينج بس وي كانت لوك انه نطلع بس بس هي شو عم تعمل اي اكيد بس ما حطوا لك السايد انه هو مش عم بيطلع فيها مش شايفها مره كان عم بيقول لها انت بل لما تصيري مره يعني بمعنى انثى ف وهي واز ليفينج هير سنه يعني او اير او سمثينج سو بدك تطلع تو سايدز وما بدك تاخذ يعني ما بدك تاخذ لانه بتعرف انه بيكون في راي تاني اذا كان براي بيقول لك حرام او راي بيقول لك اجتماعيا يو هاف تو ريسبكت اول ذيس بس ذا بوينت انه الموفي I'm against انه يكون banded او كذا I think it's important اكيد لا it's انه all art انه I think انه it's انه بفرجي it sheds light على قصص مهمة و people need to لازم يقدروا يحضروهن يعملوا their own opinion عليه يعني انه it's very relatable لكتير ناس يمكن others might not agree بس it's important يعني art should be shared should not be banned So, أنا all in all كتير حبيت الموفي عطيته ناد ريتينج 8.5 على 10 يمكن دائما بنهي أنا شوي صغيرة طلع على الناين طلع على الناين مين عجبك أكتر شيء من الممثلين؟ خباز يمكن فؤاد يمين
he played the guy اللي بيطلع he's gay. حسيت he had a very tough role لأنه هيك he played it so good. He was very impressive حسيت. وكتير فرجة emotion على وجهه without talking لما يكون صاحبه is defending him وهيك. بس كل الكاست كان كتير قوي. عندهم chemistry كتير حلو مع بعض which is so hard تلاقي تعمل كاستنج هالقد قوي وان كلهم ناسبين مع بعض بتحسهم اصحاب ما حسيتهم ريل فريندز مزبوط. بس كمان يعني برافو على التصوير لانه التصوير كتير صعب. هذا اللي نشاف الصعب اذا العالم اذا رجعت تحضر وترجع تنتبه لهالنقطه قديه صعب انك تو كيب ريكورد بنسميه يعني انه الكاميرات عم تتغير بس نفس الوقت عم بتشوف انت things are synced properly هي شوي تقنية صح. بس لما يحط ايده هون ترجع تخدم من تاني كاميرا بده يكمل ايده الكونتينيوتي يعني بين القصص سموها ريكورد هيدي كتير صعبة صح. يعني اذا عملوا غلطة خلص تظهر من الموفي بالضبط نحن هلا مثلا عم نصور اوكي اتس فاين اتس نوت جامبينج اتس نوت تيرنينج اراوند ففي اشياء تكنيكال اذا بترجع بتحضروا عيشك الموفي كأنك معهم كأنك قاعد معهم لما شخص مثلا بيطلع لهون وبيحكي الشخص اللي حده الكاميرا بتنقل بنفس الوقت وهول فيهم كاتس 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 in between them بس نحن we don't feel that it's cuts it's continued great point ما حكيت عنها هاي بالريفيو لازم أعمل ريفيو تاني أما تطلع معي نحكي reviews technical بس it's not easy كمان تعمل موفي ب one location كمان وما تزهق الناس أنا I love movies in one location بحس it's nice بيعيشوك إياها بس it's not easy at all وما زهقت أبدا ما اطلعت على التليفون ولا مرة أنا عم بحضر الموفي which is an achievement عم تقلدهم كان حطيته حد مرتك بس نيناتنا قلنا ما بنلعبها لهاللعبة actually كل ما شفت حدا حضروا للفيلم سألتهم تلعبوها للعبة no one says yes لأنه ما نكذب على بعضنا لا ما نكذب على بعضنا أنه مش أنه على بعضنا كريليشن ما نكذب على أنه لا هيدا الموفي بتعرف شو مصير بعده نحن هيدا الموفي لأنه فيه أشياء it might hit على أنه أغلاطك أنت اللي بتعملها صح. يعني هني حطوا كذا سيناريو it might be يعني anybody one of any you choose يعني عملوا لك variety you choose who you are فاللي بيصير انه بيصيروا ببعده الموفي عن السمول سيركل اللي عايشين فيها الاشخاص اكتشلي لما ينفضحوا بانه these things happen فانا ما يعني I'm against that انه نكون صريحين مع بعضنا ونحضر ونتعلم لحتى ما نوقع بهيدا الغلط اذا كان في شيء غلط صح كول في بعد موفي بدك تحكينا عنه بس عم بنسى عم برجع مجرب اتذكر انا مخصني بالموفيز I don't have time I don't have time unless هيك يعني مثل سكويد جيم مثلا حضرته دفنتلي بخيل انه عارف كيف انه هيدا الهايب واز كريزي يعني بس مثل دايما it's a business so نجح انا I would love it يكون one season ويوقفوا خلص full story بس اكيد it was successful بدهم يعملوا season 2 ويمكن ينزعوا بسيزن 2 هيك بيصير بهالبزنسز سو ماني شوز ما عرفت حاضر بريزن بريك مثلا هيدا مسلسل كان لازم يكون وان سيزن ات واز سكسسفل مطوا فيه وطولوه نزعوا ات هابن سو ماتش سكويد جيم ذات الشيء ماني هايست كمان هيدا كاسا دي بابيل كان هيوج هيت على نتفليكس طولوه كثير كمان وهلا عم يعملوا سبين اوف بيصيروا يعملوا نيو شوز بيست على الكاركترز بيصيروا يعملوا انذر فيرجن سو It's a business بالنهاية. بتصير آخر شيء commercial. So art turns into a business كثير. And تعرف أكتر موفي أكتر سيريز حبيته. شو؟ مع إنه هو منه قوي كتير يعني. بس لأنه أنا بحب يعني أنا مجالي هيدا الشيء. فهلأ كتير بيعجبوني topics اللي هني منهن أو الأفلام اللي هي مثل Perfect Strangers. Because it's hitting on the السايت النفسيات والسوسايتي اكثر من تكنيكال although I love technical مثل ما شرحت لك الكاميرا glow the wrestling. Wow, حاضر كم حلقه it's very good ايه معمول طريقه كثير حلوه اللي عجبني الايديا تبعه انه قديش how much you can still do it again with a different perspective اللي عجبني اللي ما حضره يعني it's technically شوي بتحسه هيك قديم it's supposed to set in the 80s بالضبط بالضبط وعاملينه very cheap بس بحب الامريكان هوليوود they are so good at it يعني
يعني when it's cheap keep it cheap يعني عرفت كيف, بس they focus very well on the acting. The idea إنه the women اجتمعوا ليعملوا wrestling match أو wrestling show, ترجع إنه بتطلع إنه it's not about the wrestling, it's about each and every personality وكيف هني they are expressing themselves وما لقوا حالهم بالحياة برا, لقوها بهيدا الشو. That's why they are fighting wrestling together. Wrestling is just يعني الجيميك تبع الشو, بس it's more about the characters يعني, وهيدا هيدا أهم شيء movies وسيريز. لما تركز على الكاركترز, إذا ما عندك good characters القصة no matter how crazy فيها تكون, لا science fiction لما horror ولا شيء ما رح, it won't land إذا الكاركترز منن قوية. By the way, Glow was cancelled تعرف وما رح يكملوه يعني, so ناس كتير عصبوا, بتلاقي petitions online bring back Glow for more وهيك, بس again لنتفليكس لأنه it wasn't making enough money probably. هو بزهق آخر شيء, بس the idea إنه تعرف شو بتحب أنت ال diversity الموجودة بين البنات, which is your, أنت أول شيء you're supporting women, جابوا women from different ethnicities races وكل شيء, and الناصحة والضعيفة والسمرة والمن غير بلد وحدة تسمينا إرهابية عاملة حالها هي so هيدا الفاكت يعني إنه they are pointing on the right topic. هي الكرياتر جنجي كوان عملة كمان Orange is the New Black, ما بعرف إذا سامع عنه كمان, it's in a women's prison وكله diversity يعني, the whole point is that بتحب تفرجي women from all different nationalities, races all of that, so إيه هذه شغلة كتير معروفة بGlow, that's why it's very respected as a show. لأنه it did this, إنه بيهمون الديفيرسيتي. كتير shows ما بيعبروا أبداً وما بيعملوا هال diverse cast وبيجيبوا different colors و different people, so this is something يعني that was a big positive لقلوا للشو. كتير كتير مهم لأنه أنا diversity كتير مأثرة على 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 حياتي وشغلي وهيدا يعني أنا the way مثلاً fashion started and now what it's becoming so it's evolving كثير, it's evolving so much من الكاركترز اللي صاروا البراندز يختاروها. إذا بترجع مثلا من 10-15 سنة ما كانوا ينقوا real people, ما كانوا ينقوا at all, كانوا يجيبوا like a perfect model يعني بالسايزز, بانه بدها تكون طول معين وضعف وجمال معين وكذا, انه this is the perfect هيدا, بعدين خلص it's what's it's broken what made it that what made it يعني what they changed their mind and people jumped in when they have their own social media and then they became successful as a person, صار عنده هو الشخص عنده his own platform and هاي الانفلونسر او هيدا الشخص صار هو مشهور أكثر من الإيمج اللي عملتها الميديا, إنه صاروا oh you know what let's go to her because she's successful and she's an influencer but she's not perfect in the terms of model typical model sizes اللي حطيناهن بالشكل أو باللون أو بالطول أو بهيدا, so غصبنا عنهم هلا إنه أوكي بيصيروا يستعملوا إنه نحنا we're going toward diversity. Actually you've been forced. They've been forced into. بس شو حلو هيدي البوزيتيف من سوشيال ميديا, إنه that's something نحنا كتير وأتاك سوشيال ميديا in general, it's bad for mental health وبلا لا, بس عنده very positive impact على some industries. مزبوط, هي فتحت المجال لأنه أي شخص صار عنده his own TV وعنده his own camera وقادر يعبر عن حاله ويطلع ويكون ويصير. قديش في براندز طلعت من السوشيال ميديا 100% من يعني صارت كبيره, بس طلعت من اشخاص هن كان عندهم, ما كان عندهم مجال انه يعملوا هذا الشيء لانه كان في بيج بلايرز ما بيقدروا بالتمثيل بالميك اب اتس ايفريوير سو وصارت عن جد اتس سو بوزيتيف قد ايه عم بتغير. انا يعني اكثر شيء مبسوط الضوط مرات بتاذينا يعني لما تكون انت ماشي باترن معين يعني له علاقه بالتصوير وبال ذا واي يو ستيج ثينكس بال وذ يور شوتس اند فيلمينج اور ادفرتايزنج ات واز ستيج يعني بولشد نسميها ف بتجي انه بتتغير هلا انت بتنبسط وي هاف تو كيپ اب, بدك تروح على الكرياتيفيتي اللي عم تصير من individual
Yeah, it's a big topic. We can keep talking about it. It's so good. I love what's happening in the social media. بمجالي أنا بالتصوير, بمجالي بال advertising, بالفاشن. It's helping. It's tough. لأنه صار في كتير competition. Yeah. Yeah. بس if you have the right image that you curate على your feed, وهيك you can really stand out. يعني you can build your brand من scratch. وهذا شيء كتير حلو كمان. It gives opportunities to our social media. Whether it's models, whether it's photographers, whether it's anyone. يعني whether it's me. يعني أنا through social media صار بقدر to live my passion شوي, which is of course. هلا next step is to make it a business. هلا هذا الجول. Yes. بس إنه at least I can actually ركز على شيء that I love and hopefully make a living out of it. Amazing. لا ما لك برافو عليك أول شيء من بكل شيء مرقت فيه, وهلأ إنه congratulations إنك عم بتقلي تركت شغل corporate world, corporate world to jump full time. أنا I wish I can stay here بس بالبودكاست بالأشياء اللي أنا بحبها. بس it's tough. You need to work and هاي. بس أنت you're passionate كمان about photography directing. Yes. So you are living your passion شوي. Definitely. بكل شيء. Definitely. بس you can't when it becomes big شوي صغيرة بتصير أنت بدك you need to let go sometime على تقدر تعمل الأشياء اللي بتحبها. يعني ما كل شيء بتصوره بتحب إنك تكون عم بتصوره. أكيد. فأفضل إنك to be more. You need to pay the bills كمان. صح. حبيبي, thank you for coming. Thank you so much for having me. ما بعرف قد ما مرق الوقت. Sorry for the technical. No, not at all. طفى الضوء شوي والميكروفون تغير صوته وكذا. And لا, بسط كثير بالحكي معك. طب great. بدنا نتابعك على طول. Thank you so much. Good to see you. Thank you, you too. Thank you, حبيبي.